لا يفرج على ظلاته. فريق الرحمن ابو النصر انت ما لك قادر ما تهيج بها، لا تفرج على ظلاته. جيش الفصال ما لك قادر ما تهيج بها. اكبر دليل منطقه الجنوبيه طالعين الواقف القبضة الأمنية من كل الفصائل، طالعين بداية لمبارك بالعمل اللي قام فيه فيلق الرحمن وجيش الاستقلال، طالعين بالاستخابة لعزي الزميل هادي العبد الله وخالد العيسى اللي تعرضوا لمحاولة اغتيال، وموجه رسالة لكل قادات سوريا بالثورة يوقفوا مسلسلات الاغتيالات ويتابعوها خلال قضاء مستقل مشان الدفة ما تروح إلى الهاوية ولا الفاتحة. لك أنا بدي كلمة من قائد، يعد عنصر على القائد. استحيت يا ابو النصر بعد كل شيء صار تيجي على هذا الجامع وتقول نحن انا ابو النصر. ليش بعت لي ابو العبد؟ ليش بعت محمد فاتح؟ لك انت تعال ابو همام، هاي بلدة بحق مو بالتشريف بحق هاي بلدة ونحن اخواتها. عندنا مطالب يا جماعة، بدنا مطالبنا من عالم لك جوا بهالطريقة ما بتصير حال. نكون نحن جماعة والله نروح لمكان، بدنا نحل هي المشكلة الأكبر، بس انحلت هاي انحلت هاي.